في كانت كان في طب خليني اخد النهارده، يمكن ناس كتير من حضراتكم يمكن في القاهره تحديدا جالهم اس ام اس بواقعه خاصه بمحل احد المحلات الشهيره ماكدونالدز في المعادي، انه اغلق لوجود اصابه انفلونزا الخنازير هناك. انا معايا على التليفون الاستاذ شريف، مدير تسويق ماكدونالدز. مساء الخير يا استاذ شريف. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. النهارده تقريبا اكتر من 100,000 اس ام اس جم على واقعه ظهور فيروس في فرع المعادي في ماكدونالدز. مظبوط مظبوط. ما هي للاسف دي اشاعه مغرضه خاطئه كاذبه تسبب اضرار للمجتمع المصري بصفه عامه. اي فندم مع حضرتك. فدي يعني حاجه تزعل الصراحه، يعني الناس لازم تفكر الاول في الابعاد بتاعه الرسائل اللي هي بتتبعت دي. يعني هو طبعا لم يثبت اي حاله في اي مطعم من مطاعم ماكدونالدز باصابه اي حد من العاملين بانفلونزا الخنازير اللي هي استاذ شريف. استاذ شريف، ان الرسائل النهارده حددت المكان وحددت اسم المصاب وحددت، يعني المعلومات دي ممكن مين ممكن يكون، يعني لو حضرتك خدت بالك عن اسم المصاب مكتوب في الرساله طارق النصر، وهو المطعم في طريق النصر. طريق النصر هو حصل سوء فهم، ويعني الموضوع غريب جدا الصراحه. واللي انا بطلبه من الناس بس ان هم يتاكدوا من المعلومات دي قبل ما يبتدوا ينشروها يا استاذ شريف. ده في اطار يعني الفتره اللي جايه ممكن حرب شركات. يا فندم ممكن نشهد حرب شركات. حرب ايه يا فندم؟ حرب شركات او حرب مؤسسات او حرب مطاعم. يعني هو ممكن يبقى سوء فهم، ممكن يبقى تخريب، انا ما اعرفش ايه السبب، ممكن يبقى الاثنين مندمجين مع بعض. بس اللي انا بطلبه ان الناس بس تتاكد من المعلومات. طيب. المعلومات هو سؤال يا السؤال يا استاذ شريف، السؤال انتوا بجد يعني اي واحد بيتردد على ماكدونالدز او غيره يضمن منين فعلا ان المطبخ ما فيهوش اي حاله من الاصابات؟ هل انتوا عندكم اي نوع من الاحتياطات؟ طبعا احنا عندنا معايير امن غذائي ومعايير سلامه ونظافه من اعلى المعايير اللي موجوده في مصر. وعندنا تفتيشات بتحصل عن العاملين يوميا بصفه مستمره يوميا، وعلى الموردين بتوعنا. عندنا برنامج اسمه الهاتف. استاذ شريف، المتابعات دي يوميه؟ برنامج تحليل المخاطر. يا استاذ شريف سامعني حضرتك؟ يا فندم سامعني حضرتك؟ المتابعات دي يومية؟ طبعا مستمرة. طيب أنا أشكر الأستاذ شريف على مداخلته.